بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة، أيها الأعزة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا مواسم الخير والبركات، والأعياد والمسرات أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن وإياكم في خير وعافية وسلامة دين. ونرجع إن شاء الله تعالى، ونعود والعود أحمد، إلى التعليق على رسالة الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. وقد كنا بفضل الله وحده قد فرغنا في الدرس الماضي من الباب الأول من أصل أربعة أبواب لهذه الرسالة، وهو الباب المتعلق بالجمل وأحكامها. وقد اشتمل هذا الباب على مسائل أربع: مسألة في شرح الجملة والفرق بينها وبين الكلام، وأقسامها وأنواعها، وما يتعلق بكل نوع من حكم. ثم مسألة ثانية في الجمل التي لها محل من الإعراب. ثم مسألة ثالثة في الجمل التي لا محل لها من الإعراب. ثم مسألة رابعة معقودة لقضية، وهي أحكام الجمل بعد النكرات وبعد المعارف. ولهذه المسألة الأخيرة تعلق وارتباط بالباب الثاني الذي نحن بسبيله اليوم إن شاء الله تعالى، لأن مضمون حكم تلك المسألة متكرر إن شاء الله تعالى في هذا الباب في مسألة من مسائله. ولذلك كان حقا علينا أن نذكر بالحكم على جهة الإجمال، فنقول: الأصل أن الجملة إذا تبعت نكرة اسما نكرة كانت في موضع الصفة له، وأن الجملة إذا تبعت اسما معرفة كانت في موضع الحال منه. هذا هو الأصل. إلا أن من الأسماء ما ليس متمحضا خالصا في التنكير أو التعريف، فقد يكون نكرة يشوبه بعض تعريف، وقد يكون معرفة يشوبه بعض تنكير، وهو ما يسمى بالنكرة والمعرفة غير المحضتين، أي غير الخالصتين. مثال النكرة غير المحضة أي غير خالصة التنكير: النكرة الموصوفة، إذا جاء اسم نكرة موصوف بعده صفة له، فإن تلك الصفة ماذا فعلت؟ رفعت عنه بعض النكرة، رفعت عنه بعض النكرة، أي أنها أخرجته قليلا من دائرة التنكير وقربته إلى التعريف. إلا أنه مع ذلك لا يسمى تعريفا، وإنما يسمى ماذا تفعل الصفة للنكرة؟ تخصصها. والتخصيص مهما يكون فهو شيء من التعريف. ومن المعارف ما يشوبه معنى التنكير، وهو اسم الجنس المحلى بأل. يعني مثلا حين نقول الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان أي كائن حي،
حيوان ليس هو البهيمة وإنما الكائن الحي. ناطق أي أي ناطق أي عاقل جيد أي مفكر. ناطق هنا مشير إلى القوة الناطقة القوة العاقلة عند الإنسان. طيب الإنسان هنا هل يشير إلى إنسان بعينه؟ الجواب لا، إنه يشير إلى كل إنسان، وبالتالي فإنه ليس معينا، ليس مخصوصا من جنسه، وإنما هو شائع في جنسه. وإذا كان كذلك فهو إلى التنكير أقرب، لأن النكرة ما هي؟ هي كل اسم شائع في جنسه، صح؟ فهي إلى التنكير أقرب. فإذا وقعت الجملة بعد نكرة غير محضة أو معرفة غير محضة جاز فيها الوجهان، من نظر فيها إلى معنى التنكير جعلها صفة، ومن نظر فيها إلى معنى التعريف جعلها حالا. هذا كان خلاصة القول في المسألة الرابعة من الباب الأول، وهي التي ختمنا بها الباب. وبهذا يكون باب الجمل قد تم واستوفي بفضل الله تعالى. الباب الثاني من هذه الرسالة، وهو الذي سماه المصنف رحمه الله تعالى في الجار والمجرور، وفيه أيضا أربع مسائل. الباب الثاني في الجار والمجرور. قبل أن نشرع في دراسة الباب ومسائله نتكلم عن الجار والمجرور. كيف جرت العادة على تسمية الجار والمجرور؟ شبه الجملة، جار ومجرور، حرف جر واسم مجرور، جرت العادة على تسميتهما شبه جملة. على أن تسمية الجار والمجرور يدخل فيه شيء آخر، يدخل فيه المضاف والمضاف إليه. لماذا؟ لأننا ذكرنا في دروس الأجرمية إن كنتم تذكرون أيها السادة أن العامل في المضاف إليه هو المضاف، على قول طائفة من النحويين. اختلف النحويون في العامل في المضاف إليه، ما الذي يجر المضاف إليه؟ فاختلفوا على أقوال، من أشهرها أن العامل في المضاف إليه هو المضاف. إذن ما دام المضاف إليه مجرورا فما هو الجار؟ ما الذي جره؟ هو المضاف، هذا قول. وهناك من قال إن العامل فيه هو حرف جر مقدر، حين تقول كتاب زيد كتاب لزيد، تقديره كتاب لزيد، فزعموا أن العامل هو حرف جر مقدر. على أن المشهور هو أن العامل في المضاف إليه هو المضاف، فالمضاف والمضاف إليه جار ومجرور كذلك. ولكن العرف والعادة التي استمرت عند النحاة أنهم إذا قالوا جار ومجرور فهم يريدون حرف الجر والاسم المجرور، حروف الجر والأسماء المجرورة بها. ولكن الذي اعتدنا عليه أن نسمي هذا وأمثاله شبه جملة، فنحن نحتاج أن نعرف من أين أتى هذا المصطلح شبه الجملة، ثم لما سمي مثل هذا شبه جملة، ما وجه شبهه بالجملة؟ واضح؟ يجب أن نعلم أولا أن شبه الجملة هذا تحدث عنه سيبويه رحمه الله في كتابه، إلا أنه لم يسمه شبه جملة، ولا أحد من نحاة القرنين الثاني والثالث للهجرة سماه شبه جملة، وإنما كانوا يتكلمون عنه باعتباره جارا ومجرورا. إلا أن سيبويه رحمه الله قال كلاما في كتابه دل على أن هذا الجار والمجرور يشبه الجملة، فكأن الذي سماه شبه جملة بعد ذلك نظر إلى هذا المعنى، نظر إلى هذا المعنى. هذا النص موجود في كتاب سيبويه رحمه الله في الجزء الثاني في الصفحة 24 بعد 100،
يقول سيبويه أقرأ الكلام فقط ثم أنبه إلى الموضع الذي وقع فيه تشبيه الجار والمجرور بالجملة. يقول رحمه الله: واعلم أنه لا يقال قائما فيها رجل، قائما فيها رجل. لقد فرع سيبويه هذا الكلام من قولنا فيها، مثلا في الدار فيها رجل قائما، فيها رجل قائما. هل يجوز هذا؟ يجوز، فيها رجل قائما. طيب الآن هل يجوز أن نقدم هذا الحال فنقول قائما فيها رجل؟ حتى نعرف هذا، سيبويه ماذا يفعل؟ يشبه هذه الجملة بجملة فعلية. شوف، تقول مررت بالرجل راكبا. هل يجوز أن تقول راكبا مررت بالرجل؟ هو الأصل أنه يجوز، ولكن لماذا يجوز؟ لأن العامل فعل، لأن العامل فعل، وهو الأصل في العوامل. والعامل إذا كان أصليا جاز في معمولاته التقديم والتأخير. لماذا؟ لأن العامل كلما كان آصل، كلما كان أصليا في بابه يكون أقدر على العمل، يكون قويا على العمل، فيعمل في الحال مثلا مقدمة ومؤخرة. حين تقول مررت بالرجل راكبا وتقول في الدار رجل قائما، لماذا أمكاننا أن نأتي بالحال بعد قولنا في الدار رجل؟ لماذا أمكننا أن نأتي به؟ مش لماذا يعني أخرناه، لماذا أمكننا أن نأتي بالحال؟ لأن في الدار شبه الجملة، هذا الذي نسميه شبه الجملة، له قدرة على العمل كقدرة الفعل، وهذا هو الذي أشبه فيه الجار والمجرور الجملة، الذي أشبه فيه الجار والمجرور الجملة، أنه في بعض الحالات الجار والمجرور ينوب عن الجملة في العمل، ينوب عن الفعل، عن الفعل في الأصح، ينوب عن الفعل في العمل، فمن أجل ذلك سمي شبه جملة، يعني أحيانا عنده القدرة على أن يعمل مثل ما يعمل الفعل. هذه المسألة أنا لا أريد أن أطيل فيها كثيرا. لماذا؟ لأنها هي المسألة الرابعة التي ستأتي معنا، سنبين إن شاء الله كيف أن شبه الجملة يعمل أحيانا كعمل الفعل تماما، كأنه أتيت بفعل. انظر ماذا يقول سيبويه. شوف، يقول: واعلم أنه لا يقال قائما فيها رجل، فإن قال قائل أجعله بمنزلة راكبا مر الرجل، قيل فإنه مثله في القياس. انظر ماذا يقول: لأن فيها بمنزلة مرة، لأن فيها، فيها هذا الجار والمجرور بمنزلة مرة الفعل، فمن أجل ذلك سمي شبه جملة. وأقدم من سماه وخصه باسم شبه الجملة هو أبو علي الفارسي رحمه الله تعالى. أقدم من خصه باسم شبه الجملة شيخ الفارسي وهو أبو بكر ابن السراج رحمه الله، استعمل مصطلح شبه الجملة، ولكنه لم يكن يريد به شبه الجملة الذي نعرفه وحده، كان يريد به شيئا أوسع من ذلك. وأما أول من استعمل شبه الجملة بالمعنى الذي نعرفه، يعني الجار والمجرور أو الظرف والمضاف، هو أبو علي الفارسي رحمه الله تعالى. واضح؟ إذن الآن تعلمنا مسألتين، تعلمنا من أول من أشار إلى معنى شبه الجملة، ومن أول من سماها شبه جملة، والمسألة الثانية لماذا تسمى شبه جملة، يعني ما وجه شبه الجار والمجرور بالجمل. واضح؟ وهذا المسألة الثانية اللي هي ما وجه الشبه هي التي عقدت لها المسألة الرابعة من هذا الباب، وسنتكلم فيها إن شاء الله تعالى. إذن قال رحمه الله:
الباب الثاني في الجار والمجرور، وفيه أيضا أربع مسائل. قال إحداها، يعني إحدى هذه المسائل الأربع، أنه لا بد من تعلق الجار بفعل، لا بد من تعلق الجار بفعل. التعلق هو الارتباط، والتعليق، التعليق في النحو هو مصطلح له معنيان. هناك تعليق العامل، إذا كنتم تذكرون ما معنى تعليق العامل؟ وقفه عن العمل في اللفظ، وقفه عن العمل في اللفظ. وين ذكرنا هذا؟ في باب ظننت، في باب ظن أخواتها. قلنا عندنا ثلاث حالات: الإعمال، الإهمال، والتعليق. والتعليق صح. وعندنا معنى آخر للتعليق، التعليق أي الربط، علق الشيء بالشيء أي ربطه به. والأصل أن الكلام لا يكون كلاما حتى تكون ألفاظه معلقة بعضها ببعض، حتى إن أحد كبار علماء العربية والبلاغة على جهة الخصوص، وهو الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى، وهو صاحب مفهومه، عنده مفهوم مشهور النظم، مفهوم النظم في البلاغة، ماذا يقول؟ يقول: اعلم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض، هو تعليق الكلم، ربط الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض. يعني أنه الأصل أنه داخل الكلام لا يوجد كلمة معلقة ليس لها علاقة، يعني ما كاش كلمة مستقلة هكذا، ما عندهاش علاقة بالكلمات الأخرى، كل كلمة مرتبطة بالكلمات الأخرى، وعلى قدر ما تكون هذه الروابط قوية يكون الكلام بليغا. ولذلك أيها السادة، كان نظم القرآن وجها من وجوه إعجازه. علاه أيها السادة؟ علاش الكلمة القرآنية لا يمكنك أن تنزعها وتجعل مكانها كلمة أخرى؟ تدري لما؟ لأن الكلمة القرآنية لها ارتباط بكل الكلمة التي حولها، لا بكلمة واحدة فقط، عندها ترابط مع كل الكلمات. تأخذ آية من القرآن مثلا: الحمد لله رب العالمين، شحال من كلمة عندنا؟ طيب إذن حين الحروف عندنا الحمد لله الله رب والعالم، وعندنا اللام، عندنا اللام أيضا صح، وعندنا ال التي في الحمد، وعندنا ال التي في العالمين صح. العجيب عند علماء التفسير ونكت القرآن أنه لما يجي يفسرك الآية هذه لا يفسر لك فقط ارتباط الحمد لله، ومن بعد لله بربي، ومن بعد ربي بالعالمين، لا، كل واحدة من هذه الكلمات لها ارتباط بالثلاث الأخر. يعني الحمد عندها علاقة بالله، عندها علاقة بربي، وعندها علاقة بالعالمين. لله عندها علاقة بالحمد، عندها علاقة بربي، وعندها علاقة بالعالمين. ربي عندها علاقة بالحمد بالله وبالعالمين، وهكذا. وكلما شوف، كلما نظرت إلى العلاقة بين كلمتين وجدت تحتها نكتة ومعنى. كل ما تحاول تقول وعلاش هذه مع هذه تجد معنى. وهذا شيء من معنى قول الإمام سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لو فتح للعبد في الآية 1000 فهم لم يبلغ نهاية ما أودعه الله في كتابه سبحانه وتعالى. لو كان الواحد يأخذ آية فيفهم منها 1000 مسألة لم يبلغ نهاية ما أودعه الله في كتابه. واضح؟ فنظرية النظم للجرجاني مبنية على هذا التعلق، على هذا التعلق.
وكلما كان الكلام أكثر تماسكا وتعلقا كان ذلك أبلغ له، كان أبلغ له. وهذا الذي قلناه أيها السادة، الأصل أن يصير عندكم طريقة في فهم القرآن. قرأت مرة ترجمة لأحد العلماء يقول لي ختمتان، ختمة أجر وختمة تدبر، ختمة أجر وختمة تدبر. أما ختمة الأجر فختم القرآن آلاف المرات في حياته، الناس كانت تختم في ليلتين في ثلاث في ليلة، كانوا يختمون ختمتين في اليوم. احنا زمان كي كنا صغار كنا نقولوا غير ممكن. كان عندنا إمام زمان يعني اسمه الحاج محمد قارئ رحمه الله تعالى، وكان من فقهاء العاصمة، كان رجلا من أهل الفقه في العاصمة. كان رحمه الله له عادة يفعلها مثلا مرة في الشهر مرة في شهرين. ماذا يفعل؟ بعد صلاة العشاء يغلق أبواب المسجد ويفتتح القرآن، لا يأتي عليه الفجر إلا وقد ختم. في الليل يختم. حاصل قلنا فهذا العالم قال لهم عندي ختمة، ختمة للأجر، ختم آلاف المرات. قالهم وختمة للتدبر، اسمع مليح، قالهم وأنا في يونس ملهار بدأ يقرأ القرآن، افتتح لنفسه ختمة للتدبر في آخر حياته بعد أن ختم آلاف المرات. ختمة التدبر هذه وين كان؟ كان في سورة يونس. فتصور، تصور أنه يقدر آية يقعد معها أسبوع وهو يتأمل ويثور ما فيها من العلم والمعاني. ومن أجل ذلك تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقوم الليلة بآية يرددها وهو يتأمل فيها وينظر في مآلاتها. فهذا كله ماذا يسمى؟ يسمى مفهوم التعليق، مفهوم التعليق. الآن هذا التعليق منظورا إليه في البلاغة، وأما التعليق منظورا إليه في علم النحو فهو شيء أخص. الروابط التي تربط بين الكلمات في الجملة نوعان، عمل وتعليق، عمل وتعليق. سنحاول إن شاء الله تعالى أن نشرح هذا المفهوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قلنا مثلا الجملة التي نشتغل عليها في العالم، نقول ذهب زيد إلى المسجد، زيد فاعل مرفوع، ما الذي رفعه؟ الفعل. إذن فهذا قد عامل، عامل فيها صح؟ طيب المسجد مجرور بما؟ بإلى. إذن هذا قد عامل فيها صح؟ ما الذي حدث إلى المسجد؟ ذهب زيد. إذن هناك علاقة بين ذهب وإلى، لأن إلى ماذا تمثل؟ تمثل الغاية والمنتهى لذهاب زيد صح؟ إذن فهناك علاقة بين إلى والمسجد. ولكن السؤال، هل هي علاقة عمل؟ إنه ليس عملا محضا، إنه تعليق. لقد علقنا الجار والمجرور بما؟ بالفعل. واضح؟ شوف الآن، تأمل معي. Yeah.
أدبت المشاغبة في المدرسة. أدبت المشاغبة في المدرسة. استعمل الميكروفون. حاضر. بسم الله. إذن أدبت المشاغبة في المدرسة. أين الفاعل؟ التاء. ما الذي عمل فيها؟ الفعل. إذن هذا عمل. طيب المدرسة مجرور بفي، إذن العامل فيها هو في. جيد. السؤال الآن، في المدرسة بما نعلقه؟ شوف، إذا علقته بالفعل فما معنى ذلك؟ معناه أن المدرسة كانت محلا للتأديب. بصح مشاغبته ما علمناش أين كان مشاغبا. ممكن يكون كان مشاغب في البيت، ممكن يكون كان مشاغب في المدرسة، صح ولا لا؟ المهم أن أين أدبته؟ في المدرسة. ولكن يحتمل شيء آخر، أن نعلقه بالمشاغب. نعلقه بالمشاغب. من أدبت المشاغب في المدرسة؟ المشاغبة في المدرسة. شوف الآن، هل أدبت المشاغبة في البيت؟ لا ندري، صح؟ سؤال آخر، أين أدبت المشاغبة في المدرسة؟ لا ندري أيضا. إذا علقت هذا بهذا، يعني لي شاغب في المدرسة أدبته، بس وين أدبته؟ لا ندري، لأنه هذه في المدرسة الآن لم يصر محلا للتأديب، وإنما صار محلا للشغب، للمشاغبة. طيب تقول لي ما دام هذا محتمل وهذا محتمل، بأيهما نعلقه؟ بالمراد في نفس المتكلم، لأنه قد يكون أراد أدبت المشاغب، أين أدبته؟ في المدرسة. وقد يكون أراد أدبت المشاغب، أي المشاغبين؟ المشاغب في المدرسة. أما المشاغب في البيت فقد وكلته إلى والديه يؤدبانه. إذن فالتعليق أيها السادة، التعليق ليس ضربا من الخيار تختاره، لا، التعليق تابع تابع للمعنى، هو تابع للمعنى، نعم تابع المشاغب عليك، صح؟ هو تابع للمعنى. أي المعاني؟ ذاك الذي أراده المتكلم، ذاك الذي أراده المتكلم. إذن اعلموا أيها السادة أن باب التعليق هو باب معنوي بامتياز، هو باب معنوي بامتياز. وفي القرآن الكريم وأنت تقرأ، احنا دائما مرجعنا إلى قراءة القرآن. في القرآن الكريم وأنت تقرأ الآن ستتساءل، تريد تقول هذا الجار والمجرور باش يتعلق، أيتعلق بكذا أم بكذا أم بكذا؟ وعلى وفق كل تعليق تعلقه يبدو لك معنى. شوف، قد يصح بعضها دون بعض، يقدر يصح واحد والآخر لا يصح، وقد يصح جميعها فيكون ذلك من كثرة معاني القرآن. ولكن إذا علقت بهذا هو المعنى، وإذا علقت بهذا هو المعنى، وإذا علقت بهذا هو المعنى. إذن فلنتذكر أن التعليق هو ربط للجار والمجرور بما يتعلق به معنى، بما يتعلق به معنى. لماذا؟ لماذا؟ لأن المجرور في الأصل، المجرور في الأصل هل تدرون ماذا كان قبل ما يكون اسم مجرور؟ كان مفعولا به. المجرور، الاسم المجرور في أصله، في أصله هو مفعول به. مشكلته ما هي؟ هي التالية، تبع مليحة. ذهب فعل لازم أم متعدي؟ لازم، صح؟ هذا الفعل أردنا أن نعديه،
حبينا نعديوه المفعول به، لم يتحمل ذلك، ما عندوش القدرة على ذلك. فوش دار؟ هو بمنزلة من أراد أن يقطف ثمرة من شجرة ولكن يده قصرت عن إدراكها، فماذا فعل؟ توصل إليها بعصا. هاي العصا هو حرف الجر. إذن فحرف الجر هو وسيلة من وسائل التعدية، به يحكمه. ولكن حرف الجر اشترط شرطا، قالوا شوف أنت محتاج مفعول به نجيبه لك، ولكنه يأخذ حكمي لا حكمك، لأنه لو أخذ حكم الفعل لكان منصوبا، صح؟ ولكنه لما توصل إليه بحرف الجر أخذ حكم حرف الجر وهو الجر. واضح إن شاء الله؟ إذن فتذكروا أيها السادة أن الاسم المجرور في أصله ماذا كان؟ كان مفعولا به، إلا أن الفعل لما قصر عن العمل فيه للزومه توصل إليه بحرف الجر فأخذ المفعول حكم ذلك. وأحيانا ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ يحدث أن العرب تحذف ذلك الحرف فيرجع، اسمع مليح، فيرجع مرة أخرى إلى النصب، ويسمى ذلك الاسم المنصوب على نزع الخافض. على نزع الخافض يعني لما نزعت منه حرف الجر حرف الخفض راجع مرة أخرى إلى النصب. ومثل هذا موجود في القرآن، يقول الله عز وجل في سورة الأعراف قال واختار موسى قومه 70 رجلا. كيفاش اختار قومه 70 رجلا؟ يعني اختار من قومه، من قومه. فحرف الجر هذا لما نحيناه هذه راجع ذلك المجرور منصوبا. ومن ذلك قول الشاعر وهو بيت مشهور قال تمرون الديار ولم تعوجوا. تمرون الديار، هي تمرون بالديار أو على الديار، هذا جائز وهذا جائز. فنزعنا الخافض حرف الجر فرجع ذلك المجرور منصوبا. لماذا رجع إلى النصب ولم يرجع مثلا إلى الرفع؟ لأن أصله كان منصوبا، لأنه مفعول في الأصل. قال تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذن حرام. شفت؟ تمرون الديار، وهذا في كلامهم كثير. إذن فقد علمنا أن تعليق الجار والمجرور بالفعل لماذا هو قضية معنوية؟ لأنه في الأصل هو تعليق للمفعول بفعله، هو تعليق للمفعول بفعله، هذا هو الأصل. طيب، ونحن كذلك نقول في العبارة، نقول تعليق الجار والمجرور، ولكن الدقيق أن الذي يعلق ليس هو الجار والمجرور، وإنما هو الجر فقط، هو حرف الجر فقط هو الذي يعلق. إذن نرجع، قال رحمه الله المسألة الأولى أنه لا بد من تعلق الجار، لا بد، ما دام عندك جار ومجرور لا بد من تعليقه، لا يمكن تركه مستقلا داخل الجملة. بما يعلق الجار الآن؟ هل أنت بالخيار تعلقه بما شئت؟ لا، الجار يعلق، اسمع مليح، إما بفعل أو ما في معناه، إما فعل أو ما في معنى الفعل. أما الفعل فمعلوم ويقدر يكون ماضي، مضارع، أمر، لا إشكال. أو ما في معناه، ما الذي يكون في معناه؟ المصدر والوصف المشتق، المصدر والوصف المشتق. مثلا اسم الفاعل كما شفنا هنا على الوجه الثاني، المشاغب في المدرسة. لو كنت تقول مثلا المشاغب في المدرسة معاقب، المشاغب في المدرسة معاقب، بما تعلق في المدرسة؟ بقولك المشاغب. هل المشاغب فعل؟ ليس فعل، هو مبتدأ، هو اسم أساسا، هو اسم، ولكنه في معنى الفعل. علاش؟ لأنه المشاغب
كأنك قلت الذي يشاغب. شفت اسم الفاعل فيه معنى فعله، أو قد يكون اسم مفعول. هذا هذه قال مثلا ناس تلعب دراري صغار يلعبوا، بعد وش يقول لك؟ يقول لك المقبوض عليه خاسر، اللي نحكمه يخسر، المقبوض عليه خاسر. عليه باش تعلقوا بالمقبوض، معنى المقبوض ليس فعلا ولكنه اسم مفعول، واسم المفعول في معنى الفعل، لأنك حين تقول المقبوض كأنك قلت الذي يقبض عليه خاسر، الذي يقبض عليه خاسر. إذن فلنتذكر أيها السادة، قال إن الجار لا بد أن يعلق، هذا حكم. الآن بما يعلق إما بفعل وإما بما فيه معنى الفعل، قلنا كالمصدر وكاسم الفاعل واسم المفعول وغيره. قال وقد اجتمع، يعني اجتمع التعليق بالفعل والتعليق بما فيه معنى الفعل أو هو في معنى الفعل، في قوله تعالى أنعمت عليهم. شوف أنعمت عليهم، عليهم بما تعلقه بالفعل أنعم، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. عليهم الثانية هذه باش تعلقها بالمغضوب، المغضوب عليهم. وعلاش؟ لأنه المغضوب بمنزلة قولنا الذين غضب عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعلماء التفسير يذكرون هنا نكتة مشهورة، يعني أن الله سبحانه وتعالى قال صراط الذين أنعمت عليهم، فأحال بالضمير على نفسه سبحانه وتعالى أنعمت وهو الله عز وجل، ثم قال غير المغضوب، ما قالش غير الذين غضبت عليهم، قال غير المغضوب. والعلامة ابن القيم رحمه الله يقول هذا جار على سنة القرآن، في أن الله سبحانه وتعالى إذا قرن مواضع الخير ومواضع الشر أو مواضع النعمة ومواضع الغضب ذكر نفسه في مواضع النعمة تفضلا ولم يذكر نفسه في مواضع الغضب تنزها. وين أين يكون هذا؟ إذا اجتمع. ومثلوا لذلك بقول الله عز وجل وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فذكر سبحانه وتعالى نفسه عند ذكر الرشد ولم يذكر نفسه عند ذكر الشر، وليس في أفعاله سبحانه وتعالى شر، وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الليل والشر ليس إليك، الشر ليس إليك سبحانه وتعالى. إذن قال وقد اجتمع في قوله تعالى أنعمت عليهم، إذن هنا عليهم جار مجرور بما علقناهما بالفعل أنعمت، غير المغضوب عليهم جار مجرور عليهم بما علقناه بما فيه معنى الفعل وهو اسم المفعول المغضوب. قال وقول ابن دريد، يعني واجتمع كذلك في مثال آخر وهو قول ابن دريد واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضب، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضب. أولا ابن دريد هذا هو أحد علماء العربية، وهو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البغدادي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 21 و300 للهجرة. يقول عنه المترجمون أشعر العلماء وأعلم الشعراء، شايف؟ أشعر العلماء وأعلم الشعراء، إمام كبير من أئمة اللغة، وصاحب معجم من أعظم معاجمها وهو جمهرة اللغة، جمهرة اللغة للإمام أبي بكر ابن دريد الأزدي رحمه الله تعالى، وله مؤلفات كثيرة جدا، وهو شيخ العلماء
وأستاذهم. لا تكاد تجد عالما من العلماء في بغداد في القرن الرابع إلا وقد جلس إلى أبي بكر ابن دريد رحمه الله، بل كان شيخ شيوخ الآفاق، وحسبك برجل هو شيخ أبي علي القالي. نعرف كلنا أبا علي القالي صاحب الأمالي، هذا أبو بكر هذا هو شيخه. والقالي رحمه الله سبب رحلته إلى الأندلس هو هذا، هو أبو بكر. أبو علي القالي هو في الأصل من المشرق، من مدينة يعني ينسب، كلمة القالي ينسب إلى مدينة في المشرق يقال لها قالي قالا. هو كان جاي لبغداد فصادف قافلة آتية من قالي قالا إلى بغداد، فدخل معهم ودخل بغداد في صحبتهم، فالناس نسبوه إلى القافلة التي جاء معها فسموه القالي، وإلا فهو ليس من قالي قالا. ومن بعد لما ذهب إلى الأندلس ولو يقول له أبو علي البغدادي، والسيد لا من قالي قالا ولا من بغداد. شايف هذه هي. فالناس يعني ينسبون أحيانا إلى مواردهم وأحيانا إلى مصادرهم، كل مرة كيفه. واضح. أبو علي قالي، أبو علي قالي لما أتى إلى بغداد أتى وفي نيته أن يطلب العلم وفي نيته أن يصير من كبار علمائها، صح؟ فلما وفد على بغداد وطلب العلم بها، ثم نظر إلى الجلة من شيوخ بغداد كأبي بكر ابن دريد وتلاميذه، وش قالك؟ قالك هذا الناس ما كانش الخبز معهم. علاش؟ لأن كل الذين ببغداد يفوقونه. فالرجل كان ذكيا، وش قال؟ قال أرحلوا إلى مكان ليس فيه من يفوقني. فرحل إلى بغداد، رحل إلى الأندلس، ودخل إلى الأندلس على زمن أعظم ملوكها وخلفائها وهو عبد الرحمن الناصر، وشرع يملي كتابه بالأخماس في قرطبة، ثم تسامع به الناس إلى أن وصل خبره إلى الخليفة، فاستدعاه الخليفة من أجل أن يملي كتابه في الزهراء، والزهراء هذه كانت دار الملك بقرطبة، كانت كما قلنا احنا قصر رئاسة، إلا أنها لم تكن قصرا، لقد كانت مدينة، كانت مدينة داخل مدينة يقال لها الزهراء، وكان فيها بياض البلد، يعني أهل الشرف والجاه والملك والسؤدد فيها. ثم اتصل بالخليفة عبد الرحمن الناصر وصار مؤدب أولاده، هذا أبو علي القالي. فأنت تفهم أن أبا علي ما سافر ولا هاجر إلى الأندلس إلا لأن من كانوا ببغداد يومئذ كانوا يفوقونه علما، وعلى رأسهم شيخ الجماعة أبو بكر ابن دريد. ولأبي بكر ابن دريد ديوان شعر، وله قصيدة مشهورة يقال لها المقصورة، مقصورة أبي بكر ابن دريد. هذه المقصورة أولا لماذا تسمى المقصورة؟ لأن رويها هو الألف المقصورة، الحرف الأخير منها هو الألف المقصورة. هذه القصيدة شاعت وذاعت وأعجب بها العلماء وشرحوها وتباروا حتى في معارضتها وتخميسها إلى آخره. لماذا؟ هذه القصيدة في الأصل هي قصيدة في المديح، مدح بها ابن دريد الوزيرين ابني ميكال، أبا القاسم عبد الله بن محمد بن ميكال وولده أبا العباس إسماعيل، مدحهما بهذه القصيدة. ولكنه تعمد في هذه القصيدة أن يكثر من ضرب الأمثال ومن ذكر الحكم ومن ذكر أخبار العرب القديمة. وإضافة إلى ذلك هذه القصيدة عندها قيمة لغوية. لماذا؟ لأنه استعمل فيها ثلث الكلمات المقصورة في اللغة العربية. الكلمات المقصورة هي التي تنتهي بألف مقصورة، ثلث ما في اللغة العربية من الكلمات المقصورة مذكورة في هذه القصيدة. فمن ذلك يعني كان إعجاب الناس بها وحفظهم لها، يقال لها المقصورة، وهي التي يعني التي مطلعها إما تريرا سياحا كالونه طرة صبح تحت أذيال الدجا، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضا. يقول إما تريرا سياحا، يعني إن كنت ترين رأسي حاكى لونه، يعني أشبه لون رأسي طرة صبح،
يعني بياض الصبح شوف تحت أذيال الدجى. متى يكون ذلك؟ يكون ذلك إذا بدأ يظهر الشيب تحت سواد الشعر، فيبدو كأنه الضوء تاع الصباح لما يبدأ يتخلل ظلمة الليل. قال إما تري رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى. انظر ماذا قال، قال واشتعل المبيض اللي هو الشيب في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضا. والغضا هو شجر من شجر البادية سريع الاشتعال، يعني أول ما تمسه النار تندلع فيه، فشبه سرعة شيبه باشتعال النار في جزل الغضا. وأنتم تعلمون أن العرب تكثر من ذكر هذا المعنى، يعني أنه طبعا يعني الشيب يعني أمارة الكبر، وأحيانا قد يكون الشيب أمارة الهم وليس أمارة الكبر، كي تستشيب من الهم. وما أجمل قول أبي محجن الثقفي وهو من بديع شعر العرب، يقول تعجبت أن رأت رأسي تجلى له من الروائع شيب ليس بالكبار، يعني أن الشيب الذي تجلى لرأسي ليس من الكبر وإنما من الأمر المريع من الأمر المخيف. قال تعجبت أن رأت رأسي تجلى له من الروائع شيب ليس بالكبار ومن أديم اللي هو الجلد تولى بعد جدته، يعني بعد ما كان جديد، على بالك أديم الإنسان كي يكون صغير يكون مبسوط وبعد يبدأ يتكمش. قال ومن أديم تولى بعد جدته، يتكلم عن كباره وعن يعني بدو علامات الفناء في جسمه، ولكن سبحان الله عذر نفسه بشكل عجيب. قال تعجبت أن رأت رأسي تجلى له من الروائع شيب ليس بالكبر، كيفاش هذا مازال صغير وشاب، ومن أديم تولى بعد جدته، كيفاش الإنسان يكون صغير في السن وتبدو فيه علامات الكبر. قال والسيف والجفن يخلق فوق الصارم الذكري، شفت الغمد تاع السيف، الغمد اللي يدخل فيه السيف، لما السيف يكون بزاف حاد ماذا يحدث للغمد؟ يتقطع بالخف. فهو ماذا يريد أن يقول؟ يقول إن نفسي نفس كبيرة ومطالبي مطالب شديدة عصية، حتى إن هذا الجسم لم يتحملها. يقول هذا العلامات التي ظهرت فيه لم تظهر في من كبر، وإنما ظهرت في لأن جسمي لم يستطع أن يجاري وتيرة عزيمتي ونفسي. قال والجفن يخلق فوق الصارم الذكري. والعرب تقول وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، واضح؟ إذن هذا هو معنى قول ابن دريد، قال إما تري رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضا. شوف ايش يقول، يقول واشتعل المبيض اللي هو الشيب في مسوده اللي هو الشعر، في مسوده جار ومجرور باش تعلقه، اشتعل، اشتعل المبيض، أين اشتعل؟ في مسوده، إذن معلق بالفعل اشتعل، مثل اشتعال النار في جزل الغضاء، في جزل الغضاء جار ومجرور بما نعلقه؟ باشتعال، اشتعال النار في أي شيء؟ في جزل الغضاء. إذن اجتمع عندنا في بيت واحد ماذا؟ تعليق الجار والمجرور بالفعل، وتعليق الجار والمجرور بما في معنى الفعل اللي هو المصدر، اللي هو المصدر اشتعال. ولكن هذا البيت خاصة الـ يعني الأول يحتمل وجها آخر، انظر ماذا يقول، يقول وإن علقت الأول يعني في مسوده بالمبيض، هذا أيضا محتمل. اشتعل المبيض في مسوده، إما أن يكون في مسوده محل للاشتعال، صح؟
محلا للاشتعال. وإما أن يكون المقصود في مسوده الإخبار عن المبيض هدايا أين هو وين جاي، صح؟ لأنه المبيض في الإنسان أشياء، المسود المقصود به فروة الرأس، لأنه علاه كاين من الناس من رأسه يبقى أسود ويشيب شاربه أو تشيب لحيته. فهو أراد أن يقول لك أن المبيض الذي اشتعل هو المبيض الذي يكون في المسود في الرأس. حينئذ لقد علقنا الجار والمجرور بفعل ولا بما في معنى الفعل؟ بما في معنى الفعل اللي هو اسم الفاعل، ابيض يبيض فهو مبيض. فإذا علقناه بقولنا المبيض لم يصر هذا البيت مما اجتمع فيه النوعان، لأنه هو وعلش جبنا البيت هذا ليمثل به عن اجتماع النوعين، التعليق بالفعل والتعليق بما فيه معنى الفعل. فإن نحن علقناه بالمبيض خلاص ما ولاش كذلك. إذن انظر ماذا قال. قال وإن علقت الأول بالمبيض أو جعلته حالا متعلقا بكائنا، لأنه علاه كتقول المبيض في مسوده، سنرى إن شاء الله تعالى سنرى أنه يحتمل أن يتعلق به مباشرة أو أن يكون حالا منه أو أن يكون حالا منه، هذا سنراه في حينه. في الحالتين قطعنا التعليق بينه وبين الفعل، وحينئذ فالبيت لم يصر مشتملا على النوعين. قال أو جعلته حالا متعلقا بكائن فلا دليل فيه، يعني فلا دليل فيه على اجتماع النوعين، ويصير الدليل الوحيد الذي أتى به هو الآية، هو آية سورة الفاتحة. بقي أن ننبه إلى شيء، هو حين أورد بيت ابن دريد أورده ليمثل به فقط، علاش؟ لأن ابن دريد رحمه الله تعالى ليس من أهل الحجة في العربية، يعني ليس من الفصحاء الذين يحتج بكلامهم، واضح؟ هذا رجل من أهل الحاضرات، كان عالما من العلماء ولكنه ليس من أهل الفصاحة. فإيراد المصنف لهذا البيت هو إيراد للتمثيل فقط وليس إيرادا للاحتجاج، ليس إيرادا للاحتجاج. ثم نزيدكم شيئا، ليس ثم مسألة نحتج عليها، ما كاش مسألة نحتج عليها، هو أراد فقط أن يعطيك مثالا فيه النوعان، على باش كي تفكر المثال تفكر النوعين. حاب يقول هذه قضية بيداغوجية فقط، هي قضية تعليمية، هي قضية يهتم بها أخونا شيخ ياسين صايد، صح ولا لا؟ بيداغوجيا الأمثلة والتمثيل. ابن هشام رحمه الله عنده فلسفة رائعة في التعليم، ما هي؟ إذا كانت المسألة الواحدة تحتمل عدة صور يحاول أن يبحث لك قدر المستطاع عن مثال واحد فيه الصور كلها، فيه الصور كلها، بس إذا حفظت هذاك المثال هذا واضح إن شاء الله. إذن هذا هو المقصود. إذن هذا رأس المسألة تعلمنا منه أنه لا بد للجار من تعليق، أن الذي يعلق إما الفعل وإما ما في معنى الفعل وهو المصدر أو المشتق أو الوصف المشتق، الباقي أمثلة. الآن هذا الحكم العام اللي هو وجوب تعليق الجار يستثنى منه أربع حالات، ثلاثة باتفاق، يعني مش باتفاق ولكن ثلاثة بالرجحان وواحدة فيها نظر، بس المهم أن المصنف رحمه الله ذكر لك أربع حالات تستثنى من هذا الحكم. ما معنى تستثنى؟ يعني ليس بواجب أن تطلب لحرف الجر تعليقا، بل مش فقط ليس بواجب، هذه الأحرف لا تعلق أصلا، لا يطلب لها تعليق، ليس لها تعليق هذه الأحرف الأربعة التي سيذكرها. قال رحمه الله ويستثنى من حروف الجر أربعة فلا تتعلق بشيء، أحدها الجار الزائد. حروف الجر
يمكن تقسيمها قسمين وإن كان قسمها ثلاثية، ولكن قسمة حرف جر أصلي وحرف جر زائد. حرف الجر الأصلي هو حرف يفيد التعدية ويوصل معنى العامل إلى المعمول، يوصل معنى العامل إلى المعمول، هذا حرف الجر الأصلي. كما تقول خرجت من البيت وذهبت إلى المدرسة، خرجت من البيت هذا حرف جر أصلي يوصل، اسمع مليح، يوصل معنى العامل إلى المعمول اللي هو الخروج. وذهبت إلى المدرسة. وهناك ما يسمى حرف الجر الزائد، وحرف الجر الزائد لا يؤتى به للتعدية وإنما يؤتى به للتوكيد، يؤتى به للتوكيد. قبل أن نذكره سنذكر شيئا، هل يقال في القرآن حرف جر زائد؟ في القرآن هل يقال شخص يمكن تقطعه هذا؟ إذن السؤال المطروح، هل يقال في القرآن زائد حرف جر زائد الباء زائدة؟ نعم، طيب الزائد معنى هذا لا يوجد في القرآن. السؤال هل يوجد شيء يسمى الزائدة معنى؟ جزاك الله خير، ربما هذا التعبير أفضل. أحسنت. إذا كان يفهم من الزائد أنه صالح للطرح والإسقاط فمثل هذا يصان وينزه القرآن عنه، فليس في القرآن زائد بهذا المعنى. كل شيء وارد في القرآن الكريم فالله سبحانه وتعالى جعل تحته قصدا، وتنزه كلام ربنا عن أن يكون فيه زيادة بهذا المعنى، أي صالحة للإسقاط والطرح عز الله. وأما الزيادة التي أرادها النحويون فهي شيء آخر، فهي شيء آخر. هم يريدون فقط من بالزائد أن الكلام يستقيم بغيره من جهة العربية، لا أنه يستقيم بغيره من جهة مراد الله عز وجل، من جهة العربية. هم يقول لو كنت نحيه، هل الجملة صحيحة من جهة العربية أم أنها ملحونة؟ لا، هي صحيحة، هي صحيحة. فدلك ذلك على أن مجيئه بعد صحة الكلام من غيره دليل على أي شيء؟ على أن وراءه مرادا ومقصودا، على أن وراءه مرادا ومقصودا. ما دام الكلام يصح من دونه فمجيئه يدل على أن الله سبحانه وتعالى أراد به شيئا، هذا هو الذي يسمى زيادة. ومع ذلك فقد تحرج بعض العلماء من إطلاق لفظ الزيادة تعظيما لكتاب الله سبحانه جل في علاه، فكانوا إذا أتوا على حرف من هذه الحروف قالوا فيه صلة وتوكيد، صلة وتوكيد، واضح؟ صلة وتوكيد إجلالا منهم لكتاب ربنا سبحانه وتعالى عن أن يقال فيه ولو من جهة العبارة زيادة، على أن التعبير بالزيادة قد وقع على ألسنة الجلة من العلماء، فدل كذلك على أنهم لم يروا فيه محظورا إذا أدرك معناه وعقل. وأما تورع من تورع
من العلماء فيجري على قاعدة مشهورة يقول أهل العلم: ورع أهل الورع لا يثبت حكما. ورع أهل الورع لا يثبت حكما، يعني واحد رأى شيئا الأصل فيه الحل إلا أنه تورع، هل يصير ورعه ذاك حكما؟ لا، ورع أهل الورع وورع أهل الدين لا يثبت حكما. واضح؟ هذا فقط من أجل قضية الزيادة أو التعبير بالزائد في القرآن. ولماذا أقول هذا الكلام؟ لأن المصنف رحمه الله قال حرف الجر الزائد كالباء، ومن بعد واش قال؟ في كفى بالله شهيدا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. قولنا كفى بالله شهيدا، هذه الباء في صناعة أهل العربية زائدة. ما معنى زائدة؟ معناه أن الاسم الذي بعدها اعتباره كاعتباره بطرحها نحيها، كفى الله شهيدا فهو فاعل، فدخول هذه الباء هو دخول للصلة والتوكيد لتوكيد الكفاية به سبحانه وتعالى شهيدا، وأنه سبحانه وتعالى كاف من استشهده. واضح؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. فهذه الباء من جهة العربية زائدة، ومدام أنها زائدة ما نروحوش نعلقوها، ما نقولوش والجار والمجرور متعلق بالفعل كفى، لا، هذه زائدة، هذه لا يطلب لها تعليق. كيف نعرب هذا؟ قل كفى بالله شهيدا. كفى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الألف المقصورة، منع من ظهوره التعذر. الباء حرف جر زائد مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، حرف جر زائد. طيب الله، شوف، لو كان نقول اسم مجرور حاب يقول بيك الباء ما هي زائدة، لو كان نقول اسم مجرور. لماذا نبهت هذا التنبيه؟ لأنه هذا هو المشهور في المدرسة. في المدرسة وش يقولوا؟ يقولوا اسم مجرور لفظا مرفوع محلا، اسم مجرور لفظا مرفوع محلا، وهذا التعبير مرغوب عنه وفيه إشكالات كثيرة. والصواب إن شاء الله أن يقال الله، اسمع مليح العبارة، فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هو الأصل أنه هذه الضمة يجب تظهر على الهاء من اسم الجلالة الله، المشكل وراه أنه لما دخل حرف الجر الزائد جاب معه كسرة، فهذه الهاء الله صار فيها كسرة، وإحنا اتفقنا أن الحرف الواحد لا يتحمل حركتين، تقدرش تحمل الحرف الواحد حركتين، فلما جاءت الضمة صابت المحل مشغول فيه كسرة. بصح وعلاش غلبت الكسرة الضمة؟ ذكرنا هذه القاعدة في الأجرومية، قلنا إذا تعارض مقتضيان أحدهما لفظي والآخر حكمي، اللفظي هو اللي يغلب، لأنه الباء كي تدخل هي مقتضي لفظي ما تقدرش تتجاوزها، تدخل الباء تقول لي بصح زائدا، نقول لك ولو كانت زائدا، حرف الجر ولو كان زائدا يدخل على الكلمه يجيب حركه يجيب كسر، واما ما تستحقه تلك الكلمه بالموضع فيبقى له التقدير. على بها قلنا فاعل مرفوع وعلامه رفعه ضمه مقدره، ما الذي منع من ظهورها؟ اشتغال المحل، هذاك الموضع اشتغاله بحركه حرف الجر الزائد اللي هي الكسره. واضح ان شاء الله؟ إذن فحرف الجر الزائد لا يطلب له تعليق. ومنه أحسن بزيد عند الجمهور، أحسن بزيد، عبارة أحسن بزيد هي أسلوب من أساليب أحسن بزيد التعجب. التعجب كما يعرفه العلماء، التعجب ما هو؟ يقول لك هو إظهار العجب لأمر،
اسمع مليح، إظهار العجب لأمر ظاهر المزية خفي السبب. هو إظهار العجب لأمرك، تقول ما أحسن زيدا، فقد أظهرت عجبي لأمر ظاهر المزية، يعني مزيته في الحسن ظاهرة خفي السبب. وش حبي يقول خفي السبب؟ احنا على بالنا بلك هو حسن جدا، ولكننا لا ندري ما الذي أوجب له هذا الحسن، وش اللي أعطاه هذا الحسن. ولذلك قالت العرب في كلامها ما أحسن زيدا. تعرف وش حبي يقول ما أحسن زيدا؟ يعني هناك شيء ما أعطى زيدا هذا الحسن، بس وشنو هو هذا الشيء؟ لا ندري. هذا هو معنى ما أحسن زيدا، يعني شيء معين أحسن زيدا. ما هو هذا الشيء؟ لا أحد يدري. إذن فهو أمر ظاهر المزية ولكنه خفي السبب. التعجب في العربية له ثلاث بنن، ثلاث أساليب. ما أفعله، ما أحسن زيدا. الأسلوب الثاني أفعل به، أفعل به، أحسن بزيد، كقول الله سبحانه وتعالى أسمع بهم وأبصر. ما معنى أسمع بهم وأبصر؟ يعني ما أسمعهم وما أبصرهم، ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم، متى؟ يوم يأتون. ما يقدروش يومئذ يقولوا ما سمعناش ولا ما شفناش. أسمع بهم وأبصر يوم يأتون. شف. والأسلوب الثالث إذن يقال ما أفعله، ويقال أفعل به، ويقال فعول، ويقال فعول، حسن زيد. ومن ذلك قول الله عز وجل في القرآن الكريم حسنت مستقرا ومقام، حسنت مستقرا ومقام. هذا ليس خبرا، هذا وشنو؟ هذا تعجب، يعني ما أحسنها مستقرا ومقام. شايف؟ وكذلك في القرآن الكريم وساءت مصيرا. ما معنى وساءت مصيرا؟ التعجب، يعني ما أسوأها مصيرا. شفت؟ إذن فالتعجب له ثلاث صيغ، تقول ما أحسنه، وتقول أحسن به. أحسن به هذه للبصريين في إعرابها طريقة. ماذا يقول؟ يقولون أنه أحسن، أحسن فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ هو فعل أمر. أحسن كما أقول لك أجلسه، أقيمه، صح؟ أحسن. ولكنهم يقولون إنه فعل ماض في صورة الأمر، إنه فعل ماض في صورة الأمر، أصله حسن زيد، حسن زيد، فحولوا الفعل الماضي إلى صورة الأمر فقالوا أحسن زيد قعد زيد. صح. المشكل وراه أن العرب إذا أمرت لا تظهر الفاعل. شفت أنت كي تقول الواحد اجلس، ما تقولوش اجلس محمد، اجلس الفاعل ضمير مستتر. قالك فقبح عندهم أن يحولوا الفعل إلى صورة الأمر ويبقوا الفاعل ظاهرا، فماذا فعلوا؟ أدخلوا عليه هذه الباء. فحين تقول أحسن بزيد، زيد فاعل، ولكن أدخلوا عليه هذه الباء للإصلاح، لإصلاح اللفظ، لإصلاح اللفظ، تسمى هذه العلة إصلاح اللفظ، فقالوا أحسن بزيد. إذن هذه الباء، رحمك الله، هذه الباء زائدة وليست أصلية، وما دام أنها زائدة فهي لا تعلق. ولما جيت عرب زيد تعربه تماما مثل ما أعربنا كفى بالله، يعني تقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. مليح. عند نعم أحسن تقول فعل ماض في صورة الأمر، هكذا يعرب، فعل ماض في صورة، في صورة الأمر. ما الذي حملهم على هذا، على أن يخرجوا الفعل الماضية في صورة الأمر؟ هناك من علل، هناك من قدم تعليلا،
وهناك من جرى في هذا على مذهب سيبويه رحمه الله. سيبويه وش يقول؟ يقول أن هذا وأمثاله يجري مجرى الأمثال، والأمثال لا تغير وإن لم تكن أسبابها معقولة، لا تغير. يعني كاين أشياء العرب قالتها كأنها أمثال، هذا الأمثال هذه بالإنجليزية تسمى إيديوتيزم، ويقولوا لها بالفرنسية ليزيديوم بالعربية تترجم العبارات الجامدة، العبارات الجامدة. سيبويه رحمه الله في كل مرة يجيب واحد منها في كتابه وش يقولك؟ يقولك فأجره كما أجرته العرب، هكذا قالوه نقوله كما قالوا، لا نعمل فيه القياس. وتسميته في اللغات الأجنبية إيديوتيزم أو ليزيديوم، الداخل كان واحد الكلمة مشهورة اللي هي وشنو؟ إيديو، أحمق. وش حاب يقول إيديو؟ ما تفكرش فيها، هذا هو المقصود، فهمت؟ يعني أنقلها كما قيلت، ما تحاولش أن تعمل فيها القواعد والأقيسة، لا، وإنما تقال كما قيلت. وأنتم تعلمون أيها السادة أنه ليس كل شيء مما نقل عن العرب نقلت علته، فأحيانا تكون له علة ولكنها لم تنقل إلينا هذه العلة. وأحيانا يحدث شيء عجيب، وهذا لا يزال يحدث في لغات الناس. تعرفوا شنو هو؟ هو أن يتكلم إنسان بحماقة من الحماقات، بشيء خارج عن القياس، الناس كي يسمعوها ينضوا يضحكوا، ويولوا كل ما يتفكروا الحكاية هذه كي يتفكروا هذه العبارة حتى تصير أصلا. أنتم تعلمون أيها السادة أن ثمة قاعدة فلسفية عظيمة قالها أحد النحاة، وهو أبو عثمان المازني رحمه الله. وش قال؟ قال مطالبة العادة أشد من مطالبة الطباع، مطالبة العادة ما يتعود عليه الناس أشد من مطالبة الطباع. أحيانا هناك أشياء تقرها العوائد وإن كانت لا تلائم الطباع ولكنها العادة. على بها مثلا كاين أشياء يأكلها الناس، هذه الأشياء كانوا يأكلها الناس في زمن القحط والجوع والقلة، الهار كانت الناس ما كانش واش تأكل، فكانت تأكل تلك الأشياء. ثم ربي عز وجل فتح على الناس الخير، قعدوا يأكلوها، استمروا في أكلها. ما هو السبب؟ العادة. مع أنها لا تلائم طباعهم، كانوا يقصرون أنفسهم عليها قصرا، علاش؟ الحاجة، صح ولا لا؟ وإلا فهي لا تلائم الطبع، إلا أنها تصير بعد ذلك عادة. في اللغات هناك الأشياء نفسها، فتصويرهم الفعل الماضي في صورة الأمر مما لا تعقل له علة ولكنهم تكلموا به. واضح إن شاء الله؟ فهذا هو معنى قولنا إنه ماض أخرج في صورة الأمر. فالباء التي بعده ليست أصلية وإنما هي باء زائدة، فلا يطلب لها تعليق. فوقفنا عند هذه المسألة، وهي ما يستثنى من التعليق من حروف الجر، وهي أربعة كما ذكر المصنف. أحدها حرف الجر الزائد، وهو الذي يدخل في الكلام صلة وتوكيدا، وليس الغرض منه إيصال معنى العامل إلى المعمول كما ذكرنا. قال أحدها الجار الزائد كالباء في كفى بالله شهيدا، أصلها كفى الله شهيدا. وأحسن بزيد في التعجب، قلنا عند الجمهور. لماذا؟ لأن يعني بعض الكوفيين ذهبوا في قولنا أحسن بزيد إلى أنه فعل أمر عادي. الفراء مثلا يقول فعل أمر، ويقول الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وبزيد جار ومجرور متعلقان بالفعل، يعني استثناؤه من التعليق جار على مذهب الجمهور، على مذهب جمهور النحويين. مثال آخر عن دخول حرف الجر زائدا للصلة والتوكيد، نحو قولك وما ربك بغافل، وما ربك
بغافل. الباء هنا زائدة وأصل الكلام وما ربك نعم غافلا، وما ربك غافلا، لأن ما هذه حجازية صح، ما حجازية، وما ربك غافلا، فدخلت الباء صلة وتوكيدا بغافل فهي باء زائدة. قال وك من الحروف كذلك التي تزاد من ذلك قولنا ما لكم من إله غيره، أصل الكلام ما لكم إله ما لكم إله غيره، فمن هذه زائدة. ومنه كذلك قول الله عز وجل هل من خالق غير الله، هل خالق من زائدة وصلة وتوكيد، الغرض منها التوكيد فقط. فكل هذه إذا أردت أن تعربها كيف تعربها؟ تقول حرف جر زائد، والاسم الذي بعدها تعربه كأن الحرف الذي قبله لم يكن، كأن الحرف الذي قبله لم يكن. أحسنتم. الحرف الثاني المستثنى من قاعدة التعليق يعني الذي لا يعلق، انظر ماذا قال، قال لعل في لغة من يجر بها، الذي نعرفه جميعا والذي درسناه في المقدمة الأجرومية أن لعل من أخوات إن، يعني حروف مشبهة بالفعل تدخل على الجملة الإسمية تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. تقول مثلا لعل الساعة تكون قريبة، لعل زيدا قادم. هذا مذهب عامة العرب في لعل، تستعملها حرفا مشبها بالفعل يدخل على الجملة الإسمية فينصب ويرفع. قبيلة من قبائل العرب يقال لهم عقيل، وهم بنو عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة من مضر، يعني من عرب الحجاز من عرب الغرب، عقيل وينسب إليهم فيقال عقيلي. هؤلاء لهم لغة خاصة في لعل، أنهم يدخلونها على المبتدأ فيجرونه في اللفظ، يعني يقول لعل زيد قادم، لعل زيد قادم. ماذا يريدون في المعنى؟ يريدون تماما ما يريده غيرهم حين يقولون لعل زيد قادم، اسم المعنى لا يتغير، العمل فقط هو الذي يتغير. تقول لي وهل يدخل على المبتدأ ما يجره؟ نقول لك نعم. شو مثلا تقول حسبك دينار، ويصح أن تقول بحسبك دينار صح؟ قال صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. قوله بحسبه أي حسبه، يعني يكفيه، واضح؟ إذن العرب تقول لعل زيدا قادم، وهم يقولون لعل زيد قادم، هذه لغتهم، لغة عقيل، وهي الجر بلعل. قال رحمه الله والثاني لعل في لغة من يجر بها وهم عقيل، فمثل هذا لا يعلق. قال ولهم في لامها الأولى الإثبات والحذف، يعني يقولون لعل ويقولون عل، وصح نحن نقول في الكلام عل زيدا أن يأتي ولعل زيدا أن يأتي، هذا صحيح وهذا صحيح صح. تقول علك تزورنا أي لعلك تزورنا. قال وفي الأخيرة لعل لهم في الأخيرة الفتح والكسر، يعني يقولون لعل ولعلي، لعل ولعلي. قال شاعرهم وصاحب هذا البيت هو أحد شعراء الجاهلية، وهو كعب بن سعد الغنوي، كعب بن سعد الغنوي، وهو من أصحاب المراثي. أنتم تعلمون أيها السادة أن علماء الشعر العرب القدامى ذكروا أن الشعراء طبقات، يعني مستويات في الشعر، أعلاهم طبقة من؟ أصحاب المعلقات، أصحاب
المعلقات هذو أعلاهم طبقة. وهناك من كان يطبقهم لا سبعة سبعة ولكن أربعة أربعة، أشهر هؤلاء ابن سلام الجمحي، محمد بن سلام الجمحي في كتابه المشهور بطبقات فحول الشعراء أو طبقات الشعراء. فهو ذكر 40 شاعرا في القسم الأول من كتابه طبقهم أربعة 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 أربعة. مثلا ذكر امرأ القيسي وزهيرا والنابغة والأعشى، قال لك هذو الطبقة العليا الأولى، ثم طبقات عشرة، ثم ذكر طبقات أخرى بحسب اختصاصات أو أماكن. يعني مثلا شعراء القرى، شعراء القرى ذكرهم في طبقة، وذكر طبقة من هم؟ إنهم شعراء المراثي، يعني الذين اشتهروا بالرثاء. بالرثاء تقولي وشنو هذا نائحة المستأجر هذا اللي يعني يشتهر بالرثاء، ما شعره قاع رثاء؟ نقول لك نعم، بصح علاه؟ لأنهم خصوا رثاءهم بشخص واحد، وفي الغالب يكون شخصا قريبا. تما هذا ماشي تخصصه رثاء، تما كل ما يموت واحد يروح يرثيه، لا لا ماشي هذا هو المقصود، وإنما مات لهم عزيز فاستفرغوا كل أشعارهم في رثائه. قال مثلا احنا من نعرف؟ الخنساء. الخنساء من أصحاب المراثي، لماذا؟ لأنها استفرغت كل شعرها في رثاء أخويها وهما صخر ومعاوية. مثلا من يعني أشهر أصحاب المراثي متمم بن نويرة، ومتمم هذا هو أخو مالك بن نويرة الذي قتله خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في حروب الردة، في حروب الردة. وقصة قتل خالد لمالك قصة مشهورة، وخاصة ما الذي انبنى عليها بعد ذلك حتى عذره أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان متمم هذا يرثي أخاه، وله فيه أبيات مشهورة جدا، مشهورة جدا، وهي التي يقول فيها على برك واحد كي يموت له عزيز، كل ما يشوف واحد اسمه كما اسمه يتفكر، كل ما يشوف واحد يشبهه يتفكر، كل ما يجوز على مكان هكذا بلاصة هكذا كان يقعد فيها معاه يتفكر، كل ما يشوف قبر يتفكر. فوش يقول؟ يقول لقد لامني عند القبور على البكاء رفيقي لتذرى في الدموع السوافك، وقال أتبكي كل قبر رأيته، أنت كل ما توقف قدام قبر تبكي، وقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللواف الدكادك، فقلت له إن الشجا يبعث الشجا، يعني الحزن يبعث الحزن، يفكر في الحزن، فدعني فهذا كله قبر مالك. أنا بالنسبة لي هذا القبور كلها هي قبر مالك، مالك أخي. ويذكرون أنه لقي عمر رضي الله تعالى عنه، وكان عمر مرهف الفؤاد، وكان عمر رضي الله عنه يعجب بالشعر الحسن ويتأثر له، فلما سمع ما قال متمم في أخيه مالك تأثر، وكان يقول لو كنت شاعرا، يعني عمر يقول لمتمم يقول لو كنت شاعرا مثلك، يقول لراثيت أخي زيدا، زيد بن الخطاب رضي الله عنه، بمثل ما راثيت به أخاك مالك. فقال له متمم، وكان قد حسن إسلامه، أخوه مات مرتدا كافرا مالك هذا، وزيد بن الخطاب رضي الله عنه مات شهيدا يوم اليمامة في قتال مسيلمة، فقال يا أمير المؤمنين، قال لو علمت أن أخي يصير إلى ما صار إليه أخوك لم أرثه، لو كان عرفت بلك خيار ورايح وين راح أخوك، وعلش نبكي عليه. فقال له عمر ما عزاني أحد في أخي كما عزيتني، كش واحد صبرني على أخويا بمثل هذا الكلام. فهؤلاء يقال لهم أصحاب المراثي، ومنهم كعب بن سعد الغنوي رثاء أخاه، ويقال لأخيه أبو المغوار، أبو المغوار، وهو الذي يقول فيه الأبيات المشهورة التي فيها وداع دعاء، يا من يجيب إلى النداء، وفي رواية إلى النداء، فلم يستجبه حين ذاك مجيب، فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبا المغوار منك قريب. وروي هذا البيت هكذا،
فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. شفت؟ لعل أبي على لغة من؟ على لغة عقيل، لأن عقيل تجر بلعل. ولكن عقيل حين تقول لعل أبي المغوار تريد به تماما ما يريد من يقول لعل أبا المغوار. فمن أجل ذلك كانت لعل هذه لا تعلق، لا تعلق. واضح إن شاء الله؟ قال قال شاعرهم لعل أبي المغوار منك قريب. قلنا تمام البيت. فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار. وإن كانت الرواية العتيقة القديمة التي ذكرها العلماء بالشعر كالمفضل الضبي وكمحمد بن سلم هي لعل أبا المغوار، لعل أبا المغوار، ولكنه سمع كذلك لعل أبي المغوار. تقول لي الشاعر وش قال؟ قال أبا ولا أبي؟ هذا سؤال مهم. نقول لك لنفترض أن الشاعر قال أبا، أبا منين جت أبي؟ من الذين رووا الشعر، الذين سمعوه. تقول لي هذوما الذين يسمعون الشعر يدخلوا روحهم فيه؟ نقول قد يحدث لهم ذلك. لماذا؟ لأن الأدب كان أدبا شفاهيا، الناس لم تكن تكتب، كانت تروي. أتصور، أتصور يجي واحد مثلا من جيجل ولا مسكيكدا، يجي للعاصمة عند صحابه يحكي له حكاية نكتة تعجبه، لما يعاود يولي لسكيكدا ولا الجيجل ولا العنبة يحكيها لصحابه، يحكيها لهم بلا جروة، لا، وإنما يحكيها بلغته ولهجته، صح؟ طيب هل نقول عنه، هل نقول عنه إنه ليس بحجة لأنه غيرها؟ لا، لأنه هو حجة في لغته. فهؤلاء الذين رووا الشعر وإن كانوا قد غيروه ولكنهم غيروه وهم فصحاء، بمعنى أن منزلتهم وهم رواه كمنزلتهم وهم قائلون. كيف كيف؟ منزلة العربي الفصيح وهو يروي كمنزلته وهو ينشد، هو في هذا فصيح وفي هذا فصيح، تقوم به الحجة هنا وتقوم به الحجة هنا. واضح إن شاء الله؟ جيد. إذن قال لعل أبي المغوار منك قريب. الحرف الثالث الذي لا يعلق لولا، الذي كنا درسناه فيما سبق أن لولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود. تذكرون الأثر لولا حذيفة لهلك عمر؟ هل هلك عمر؟ لا. لماذا؟ لوجود حذيفة. إذن امتنع هلاك عمر لوجود حذيفة، حرف امتناع لوجود. والاسم الذي يأتي بعده يكون مبتدأ، رحمك الله، يكون مبتدأ، والمبتدأ ما حكمه؟ الرفع. طيب لنفترض أن الاسم الذي يأتي بعده موش اسم ظاهر، ضمير مثلا، عوض أن نقول لولا حذيفة، كيف نقول لولا؟ لولا هو، لولا هو. علاش قلنا هو؟ لأنه ما دام أنه ما بعده مبتدأ مرفوع، إذا أردت أن تكني عنه بضمير يجب أن تكني عنه بضمير رفع. وهنا نعود بكم إلى دروس الأجرومية. وعلاش قالك في دروس الأجرومية أنه ضمائر الرفع المنفصلة هي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما 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 وأنتنا وهو وهي؟ إذا كان المحل رفعا هذه الضمائر اللي تصلح، ولكن إذا قلت لولاه ضمير متصل هكذا، هذا الضمير يحتمل إما النصب وإما الجر، إما النصب وإما الجر. بصح المشكل أنه بعد لولا عندنا مبتدأ، فالأصل أن لا يقال لولاك، يقال لولا أنت، ولا يقال لولاه، يقال لولا هو. وفعلا هذا هو الموجود في القرآن، لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم حديث أبي طالب، لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب ما يكون من أمره يوم القيامة، دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحامى عنه
وكان يذب عنه أذى قريش وينصره بما استطاع، ولكنه مات على الكفر. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال هو في ضحضاح من النار. قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ما معنى ولولا أنا؟ يعني لولا شفاعته صلى الله عليه وسلم فيه بأن يخفف عنه من العذاب. ولذلك جاء في الحديث إن أخف أو أقل الناس عذابا في جهنم أبو طالب. قال يوقف على صخرة يغلي منها دماغه، وفي رواية يلبس شراكين من نار يغلي منهما دماغه. انظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم، قال يرى أنه لا أحد أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. يرى أن لا أشد، هو بالنسبة لي ما كش لو يتعدى بخده، وإنه لأهونهم عذابا. وجاء في الحديث الآخر هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لولا أنا. طيب، فإذا كان الأمر كذلك فكان القياس أن لا يقال لولايا ولولاك ولولاه، لأن هذه ضمائر نصب وجر لا تصلح، ولكنه سمع عن العرب، ولكنه سمع عن العرب، ونقله سيبويه رحمه الله عن العرب أنهم قالوا لولايا ولولاك ولولاه. طيب، فإذا كان الأمر كذلك هذا الضمير هدايا يبقى أنه محله الرفع، وإن جاء في صورة الضمير المجرور ولكن محله الرفع. ومدام أنه محله الرفع حاب يقول بلك الحرف الذي قبله لا يعلق، الحرف الذي قبله لا يعلق، ما تجيش تعلقه، ليس له تعليق هذا الحرف اللي هو لولا. قال والثالث لولا في قول بعضهم لولايا ولولاك ولولاه. قال فذهب سيبويه إلى أن لولا في ذلك جارة، علاش؟ لأنه اتصل بها ضمير مجرور ولا تتعلق بشيء، هذا قول سيبويه. قال والأكثر أن يقال، الأكثر المقصود مش الأكثر عند النحاة، الأكثر في كلام العرب، الأكثر في كلام العرب أن يقال لولا أنا ولولا أنت ولولا هو، كما قال الله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم لكنا مؤمنين، هذا هو الأصل. ولكن إذا قلت لولاك ولولاي، وهذا صار الآن شائعا، ورب شيء كان قليلا في كلامهم يصير الآن شائعا حتى في كتابات الناس، قل الآن من يقول لولا أنتم ولولا نحن، وإنما يقولون لولاكم ولولانا، صح؟ فشيء كان شائعا اختفى، وشيء كان قليلا جدا ثم شاع. لماذا؟ لأن الناس استخفته، وجدته أخف أنه يقول لولايا ولولاك، جتهم سهلة. واضح إن شاء الله؟ ملح. الرابع هذا هو الذي وقع فيه الخلاف، وهو كاف التشبيه. كاف التشبيه لما تقول زيد كعمر، هنا سقطت الواو، كعمر عمر فيها واو، كاف التشبيه نحو زيد كعمر. انظر ماذا قال، قال فزعم الأخفش، والأخفش هذا هو الأوسط، وإحنا قررنا قاعدة أنه إذا قيل الأخفش بإطلاق من غير تحديد فهو دائما الأخفش الأوسط. أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي رحمه الله تعالى تلميذ سيبويه وحامل كتابه عنه، هو كان أكبر سنا من سيبويه، هو كان أكبر سنا وأكبر سنا من سيبويه. طيب نزيد لك، حياته قاع عايش في البصرة، حياته قاع عايش في البصرة. الخليل وين كان عايش؟ في البصرة. لم يروي الأخفش مرة واحدة في حياته عن الخليل. وش يقول ابن جني؟ ماذا يقول في كتاب الخصائف؟ يقول لك صدق الأخفشي صدق أبي الحسن يكاد يكون كالضرورة، صدقه يعني العلم بأنه رجل صادق لا يكذب يكاد يكون كالضرورة، كما تعرف بلك النار سخونة والماء بارد، كذلك تعرف أن أبا الحسن صادق. قال كيف ذلك؟
قالك عاش مع الخليل في البصرة 20 سنة لم يروي عنه حرفا واحدا، يعني بعد وفاة الخليل. لو كان كاش نهار ناض الأخفش وقال لهم سمعت الخليل يقول، شكون يكذبوا؟ ولكنه لم يفعل على لأنه لم يسمع منها صادق. هاملك علماؤنا كيفاش كانوا رحمة الله عليهم، كانوا صادقين لا يكذبون. شوف لو شاء أن يقول حدثني الخليل أو سمعت الخليل لما أمكن أحدا أن يكذبه، ولكنه لم يفعل صدقا بينه وبين الله عز وجل. ولذلك قال يكاد يكون العلم بصدق الأخفش كالضرورة رحمه الله تعالى. هذا الأخفش. وابن عصفور هو أبو الحسن كذلك، علي بن أمين ابن عصفور الإشبيلي، وقد تكلمنا عنه مرارا. ماذا كان هذان الإمامان يقولان؟ كان يقولان إن كافة التشبيه لا تتعلق بشيء، ما تتعلقش بما قبلها. علاه؟ كي تقول زيد كعمر، شوف كي تقول زيد في الدار وراه الخبر تقديره لا، احنا اتفقنا اكثر من مره ان شبه الجمله لا يحل محلا، شبه الجمله لا يحل، هذه قاعده. شبه الجمله يتعلق بشيء، هذا اللي تعلمناه اليوم. شبه الجمله لا يحل محلا، تقديره كي تقول زيد في الدار، زيد مستقر في الدار، مستقر موجود نازل، صح؟ الأخفش ومن بعده ابن عصفور ماذا كان يقولان؟ كان يقولان لا يمكن أن تحمل كاف التشبيه على الاستقرار. شوف كي تقول زيد عندك تقديره زيد مستقر عندك، زيد في الدار زيد مستقر في الدار. ولكن حين تقول مثلا زيد كعمر، هل يقال زيد مستقر كعمر؟ هما كان يريان أن التشبيه لا يحتمل الاستقرار، ما تقدرش تقدره مستقر. علماء آخرون قالوا لا، قالوا عادي. حين تقول مستقر ليس بالضرورة أن يكون المعنى الاستقرار المكاني، يعني استقرار الحال. كي تقول زيد مستقر كعمر يعني استقر حاله ومظهره كعمر. ويمكنك أن تقدر لفظا آخر، أن تقول مثلا زيد باد كعمر، ولا زيد ظاهر كعمر. ولذلك فإن هذا القول وهو قول الأخفشي وابن عصفور من بعده لم يورده المصنف ليقرره، وإنما أورده لينبه عليه. ولذلك انظر ماذا قال، قال وفي ذلك بحث، يعني أن هذا الذي قاله لا يسلم لهما به، لا يسلم لهما به، بل الصواب أن كاف التشبيه تعلق. كاف التشبيه ليست من المسائل المستثناة من التعليق، كاف التشبيه تعلق، واضح إن شاء الله. حين تقول زيد كعمر، زيد كعمر، فإن تقدير الكلام زيد مستقر أي في حاله كعمر، أو زيد باد كعمر، أو زيد ظاهر كعمر، كل ذلك جائز، كل ذلك جائز. وقفت منذ أيام على نكتة أسألكم عنها ونجعلها بداية موعدنا في الدرس المقبل. التشبيه، تشبيه شيء بشيء واقع بين المطابقة والمفارقة، صح ولا لا؟ كي تقول زيد كعمر، هل زيد هو عمر؟ لا. هل زيد مختلف تماما الاختلاف عن عمر؟ لا، لأنه لو كان مختلفا تماما الاختلاف لما شبهناه. إذن فالتشبيه هو مرتبة وسطى بين المطابقة والمفارقة، واضح؟ هذا هو التشبيه. علماء البلاغة حين شرحوا أغراض التشبيه مال أكثرهم إلى الأغراض التي تقترب بالتشبيه من المطابقة، وقل منهم من تكلم عن الأغراض التي تبتعد بالتشبيه عن المطابقة وتقترب به من المفارقة. وجدت كلاما للإمام الشاطبي رحمه الله يقول فيه، ما معناه؟
ما معنى؟ إن التشبيه قد يكون أسلوبا من أساليب النفي. التشبيه قد يكون أسلوبا من أساليب النفي. الذي أريد منكم أيها السادة هو أن نشغل عقولنا قليلا، حاولوا أن تجدوا مثالا يستعمل فيه التشبيه للنفي. لا أقول لكم في النصوص الأدبية والتراثية، حتى في كلامنا العادي، حتى في كلامنا العادي أريد منكم أن تفكروا متى يمكن استعمال التشبيه للنفي، لا للإثبات ولا للتقرير وإنما للنفي. فكروا في هذه المسألة، ستكون فاتحة القول في الدرس المقبل إن شاء الله. نقف عند هذا الحد، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين وإياكم. وروحي أحرفي ولساني عربية.